السلام عليكم طلبة الأعزاء. موضوعنا هو الأتوميك أبزوربشن سبكتروسكوبي، يعني مضيعفية الامتصاص الذري. مضيعفية الامتصاص الذري أتوميك أبزوربشن سبكتروسكوبي. العالم والش سنة 1950 هذا الجهاز مالته، شوف التايب القديم، يعني كان اشتغلوا على الاتوميك ابزوربشن سبكتروسكوبي. نعم، نجي للعمليات اللي تحصل باللهب بالفليم. قبل هذه العمليات احنا راح يستخدم عندنا فيول وقود، كان يكون غاز الاستيلين او الناتشرال غاز، الغاز الطبيعي، ويخلط مع غاز مؤكسد او عامل مؤكسد مثل الهواء او الاكسجين او النيتروس اوكسيد مثل ما راح نتعرف عليه لاحقا. وراح يتكون عندنا الفليم وتجري عمليه الاوتومايزيشن او التدريه. اوتومايزيشن او التدريه. نجي نريد نتعرف على العمليات الأساسية اللي راح تجرى بفعل التدرية، وهي dissolvation يعني تطاير المذيب، dissociation تفكك المركب بالجزيئات إلى ذرات، والإكسايتيشن أو الإثارة. فلاحظ بهذا الشكل أنه النموذج يشفط aspiration بواسطة النوبلايزر، وتسمى العملية نوبلايزيشن، ويتحول إلى سبراي رذاذ يشبه المعطر مال الجسم، يعني على سبيل المثال يعني يشبه سبراي. وتجرى عملية ديسولفيشن، راح فعل اللهب والحرارة يطير المذيب، بخر المذيب ويتحول إلى الملح إلى غاز، يعني فولا تلايزيشن الطاير. فعل الحرارة راح تكون عندنا جزيئات غازية داخل. جزيئات الغازية أيضا فعل الحرارة راح تتحول إلى أتومز وذرات، يعني إذا الجزيئات راح تتفكك، مركب راح يتفكك إلى أتومز وذرات. ثم إحنا راح نستخدم مصباح خاص لكل عنصر، مصباح خاص يسمى بالهالو كاثود لامب. فالذرات هنا مالت العنصر مثل الحديد، المنغنيز، المغنيسيوم، الرصاص، هي فقط تمتص هذا الإشعاع، والذرات بالحالة الحرة والجراوند ستيت. فراح شدة الإشعاع النافذ من هذا اللهب راح يسجلها ديتكتر. هذا مثل ما نقول مخطط بسيط يوضح العمليات اللي تجرى في اللهب. فالنقطة الأساس عندنا أنه باستخدام اللهب راح تتكسر جدا الجزيئات تتحول إلى ذرات. فقط الذرات اللي هي بالجراوند ستيت الغير مثارة هي اللي راح تمتص فقط ويسجلها الديتكتر. وعندنا يعني بولتزمان ديستريبيوشن أو معادلة بولتزمان اللي هي عدد الذرات المثارة هاي ستار على الغير مثارة بالجراوند ستيت، اي راح نعرف شنو ثابت exponential minus delta e over k t. الكي ثابت بولتزمان، والتي هي temperature درجة الحرارة المطلقة يعني absolute temperature. لاحظ ايضا هنا عندنا n e يعني عدد الذرات المثاره مقسوم على n عدد الذرات بالحاله بالجراوند ستيت، اللي تساوي g e هم بالحاله المثاره على g دوت اكسبوننشال ماينس e بالحاله المثاره مطروح من عندها الطاقه بالحاله الجراوند ستيت مقسوم على k t، k اللي هو ثابت بولتزمان، و t هي درجه الحراره المطلقه. هنا نفس السابق exponential يعني minus h
يعني ثابت بلانك في سرعه الضوء مقسوم على لمده طول الموجي مضروب في كي تي. قلنا الطاقه مثل ما احنا نعرفها انه تساوي اتش نيو اللي هو التردد مقسومه على كي تي ثابت وقت الزمان درجه الحراره. نلاحظ بهذا الجدول انه ثلاث عناصر عندنا الصوديوم والكالسيوم والزنك، وهذه الطول الموجي للصوديوم والكالسيوم والزنك. هسه نفترض مثلا للزنك نشوف بدرجة 2000 كلفن عدد N E على N نوت، يعني هذه معناتها النسبة. شوف هنا 7.3 في 10 ناقص 15، درجة 3000 يعني كانت 2000 على 3000 العدد زاد ناقص 10 أكبر من ناقص 15. درجة 10000 كلفن رفع درجة الحرارة النسبة هذه زادت أكبر ماينس 3. فإذا كل ما نرفع درجة الحرارة تزداد بها النسبة هذه عدد الذرات المثارة بالتأكيد طبعا. مثل ما وضحنا سابقا N ستار على اللي يمثل عدد الذرات المثارة، وين دوت عدد الذرات بالحالة المستقرة بالجراوند ستيت، دلتا E K ثابت فولتج مان T درجة الحرارة المطلقة. نجي على أي اللي تساوي جي ستار على جي دوت. جي ستار وجي دوت تمثل أوزان إحصائية بالحالتين يعني المثارة والمستقرة على التوالي، وتمثل احتمالية بقاء الإلكترون في مستوى محدد من الطاقة، ويمكن أن نحصل عليها من الكوانتم ميكانيك من خلال هذه المعادلة جي تساوي 2J plus 1 2J plus 1. جي شنو؟ جي تمثل روسل ساندرز كابلينج، ازدواج روسل ساندرز اللي يفترض انتم ماخذينه في مادة اللا عضوية سابقا. فقلنا جي تساوي L plus minus S. خلينا نجي نتعرف على L شنو. L تمثل التوتال اوربيتال كوانتم نمبر، عدد الكم الاوربيتالي الكلي اللي ياخذ القيم 1 2 3 الى اخره. و S اللي يتمثل سبين كوانتم نمبر، يعني عدد الكم البرمي اللي ياخذ بلس ماينس نصف. يقول هسه الانتقال بالنسبه لانتقال السيزيوم، عنصر السيزيوم عند خط رنيني 252.1 نانومتر من هاي الحاله المثار الى الحاله الجراوند ستيت، وهذه جاي هنا تكتب هذه اللي يسمونها باللا عضويه، هذه يفترض انتم ماخذين الحالات المجهريه. اي نعم رسل ساندرز. فجي قلنا مثل ما نساوي 2 جي زائد واحد، راح نطبق القانون بالنسبة للحالة الستار المثارة 2 مضروبة في 3 على 2، هذه 3 على 2 يعني P ذا جي، هاي قيمة جي زائد واحد هاي بالحالة المثارة. بالجراوند ستيت شوف الحالة هنا نصف، فاثنين في نصف زائد واحد، فراح يطلع لنا 4 على 2 وتساوي 2. إذا قيمة G star على G dot هي 2. عندنا هذا المثال يقول خط رنين الكادميوم 228.8 نانومتر يقابل الانتقال من هاي الحالة المثارة S1 إلى S dot. يقول احسب النسبة ما بين N star على N dot في لهب مع الهواء مع الأستلين درجة حرارة 2250 مئوي أو 2523 كلفن. نجي نريد نحسب قيمة A تساوي G star على G dot، يعني 2 2J زائد 1 2 في 1 هذه 1 هاي الحالة المثالية زائد 1 مقسوم على 2 في 0 هذه قيمة 0 يعني هي J هذه زائد 1 تساوي 3 على 1. نجي نحسب الفريكونسي او التردد، السرعه على طول الموجي، هذه سرعه الضوء بالسنتيمتر سكند، وهذه
الطول الموجي اللي هو بالنسبة للكادميوم. هنا كان اعطينا اياه بالنانوميتر، هنا حولناه الى سانتي متر، من نانومتر الى سانتي متر، فراح يطلع لنا النيو اللي التردد او الفريكونسي. دلتا اي تساوي ثابت بلانك في النيو، هذا ثابت بلانك بالارك في النيو، طلعت لنا شنو هالجد ارك اللي مقدار الطاقه، دلتا اي. ان ستار على ان دوت يساوي اي اللي 3 على 1 اكسبوننشال دلتا اي. دلتا اي اللي حسبناها بالساعه بالارج مقسومه على ثابت بولتزمان مضروب في درجه الحراره المطلقه، فراح يطلع لنا 3 اكسبوننشال هذه القيمه ناقص 24 كذا، وتساوي 4.46% في 10 أس ناقص 11. هذه نسبة N star على N dot، يعني نسبة عدد الذرات المثارة إلى عدد الذرات بالجراوند ستيت بالنسبة لعنصر الكادميوم. هذا السؤال. نجي نتعرف على أنواع اللهب type of flames. إحنا مثل ما قلنا عندنا فيول وقود، وعندنا اوكسيدنت عوامل مؤكسده او غازات مؤكسده. ولما يعني يصير عمليه الاحتراق راح تتولد من درجه حراره تتراوح ما بين 1700 درجه مئويه الى 2400 حسب يعني نوع الفيول والعامل المؤكسد. وعندنا مرات نحتاج الى درجه حراره اعلى بسبب تكون عند الريفراكتوري سامبلز، فنستعمل النيتروس اوكسايد، وهذه ان شاء الله راح نجي لها في السلايدات القادمه نوضحها بتفصيل اكثر. طاوع هنا بهذا الجدول هذا الفيول وهذا الاوكسيدنت، الغاز الطبيعي مع الهواء ينطينا هذا الرينج من درجات الحراره 1700 الى 1900. غاز طبيعي مع الأكسجين راح ترتفع درجة الحرارة، هيدروجين مع هواء، هيدروجين مع أكسجين، طبعا لما تستعمل أكسجين راح ترتفع درجة الحرارة، أستيلين مع هواء اللي هو هذا الجهاز متوفر عندنا بالمختبر يعطينا هذا الرسم من درجة الحرارة، أستيلين مع نيتروس أوكسيد أيضا نيتروس أوكسيد N2O هنا ترتفع درجة الحرارة، يعني أستيلين مع نيتروس أوكسيد أو أستيلين مع اكسجين كل واحد على حده. هنا هذا يقول الماكسيمم بيرنينج فيلوسيتي سرعه الاحتراق القصوى. شوف كل ما تستعمل يعني خليط وقود وعامل اوكسيد تكون عندك سرعه معينه، وراح نشوف شنو هذه يعني السرعه، سرعه البيرنينج فيلوسيتي يعني سرعه الاحتراق. شوف هنا يقول burning velocity سرعة الاحتراق. عندنا سرعة الجريان يعني هو غاز ويجري، ومثلا سواء كان غاز الاستيلين، غاز الهيدروجين، نيتروس أوكسيد يجري جريان flow rate إليه. فيقول إذا كان flow rate ما يزيد على burning velocity على سرعة الاحتراق، يعني جريان الغاز في الأنبوب ما يزيد على سرعة الاحتراق، راح يكون راح يتولد عندنا باك، يسوي لنا فلاش باك. هذه إذا ملاحظين أهل اللحام لما الأكسجين لحامين تسمع عندهم طقة طقة يسمونها فلاش باك. ليش؟ الفلوريت هاي اقل. اي هذه حاله يعني هذه مثل ما نقول لا ما يعني، لكن اذا صارت سرعه الاحتراق الجريان الفلوريت مساويه الى سرعه الاحتراق هنا راح يعطينا شنو هو؟ راح يعطينا ستيبل فليم. فليم از ستيبل، راح يكون اللهب بشكل
مستقر. إذن هذه النقطة مهمة، أنه أنت إذا خليت سرعة الفلو مالت الغاز وسرعة الاحتراق متساويات، راح تحصل على فليم لهب مستقر، في حين هناك راح عندك فلاش باك، يعني ما راح عندك اشتعال. هنا إذا خليت الفلوريت أعلى من الفليم، راح يصير عندك شنو؟ اللهب راح يصير له بلو اوف، بلو اوف يعني كما اقول يعني يصير فوق البيرنر او المشعل ويطفى. فاذا احسن حاله هي لما يكون سرعه الفلو، سرعه الجريان مع الغاز تساوي سرعه الاحتراق. أعزائي الطلبة، تعرف على مناطق اللهب الفليم ستركتشر. عندنا ثلاث مناطق للهب، اللي هي البرايمري كومبشن زون، وهذه المنطقة تكون فقيرة بالذرات وما تخدمنا. المنطقة الثانية انتر زونال ريجين، والمنطقة الثالثة سكندري كومبشن زون. نلاحظ هنا بهذه مناطق اللهب، هذه المنطقة هي البرايمري أو منطقة الأولية، منطقة الاحتراق الأولية هذه، وهذه المنطقة اللي انتر زونال ريجين، هذه المنطقة اللي هاي تكون غنية بالذرات الحرة، فهي هاي المنطقة اللي تخدمنا وتفيدنا، وهاي المنطقة سكندري كومبشن زون اللي تكون غنية بأكاسيد. نعم تكون بها أكاسيد وما تفيدنا هذه المنطقة. أي نعم مثل ما قلنا المنطقة الانترزونال تكون غنية بالذرات. Most widely used rich in free atoms. غنية بالذرات الحرة. إحنا اللي نريد نقيس أتوم في أبزورفن. إحنا نريد الذرات الحرة. والمنطقة الثانية secondary تكون stable بها أكاسيد جزيئية مستقرة stable molecular oxides. نجي للتوزيع، شكل التوزيع الحراري اللي هو temperature profile، يعني المنطقة اللي فوق اللهب. شوف هنا عزيزي الطالب هذا الشكل، هذه فوق اللهب وهذه المسافة فوق اللهب، فوق الشق عفوا، آسف فوق الشق. Distance above orifice بالسنتيمتر. فتشوف هذه بحدود سنتيمترين هي المنطقة البرايمري، هذه البرايمري اللي هي الأولية كبرايمري كومبشن زون. المنطقة هذه الانترزونال ريجين، هاي المنطقة هي اللي تكون غنية بالذرات، وهذه المنطقة اللي تكون أكاسيد جزيئية، فهي هاي المنطقة اللي تهم. هتشوف بها درجة حرارة تكون أعلى، وهذه تمثل مسافة الارتفاع عن البيرنر تب، يعني على الشق مالت البيرنر. هسه مثلا راح ناخذ أمثلة للفضة والمغنيسيوم والكروم، ونشوف يعني أحسن مكان يكون به امتصاصية أكبر. هسه لاحظ بالسلايد هذا، هاي الابزوربنس وهاي الارتفاع فوق السلوت مالت البيرنر. شوف عنصر المغنيسيوم يعني يبتدي يزداد هنا، هذه اقصى امتصاصيه له، بعدين يقل لما شنو، شوف هاي المسافه فوق السلوت شق مالت البيرنر فيقل. فاذا هنا هي مثل ما نقول حدود يجوز سنتيمترين. الفضة لا، شوفها تزداد يعني حدود يمكن 4 سنتيمتر فوق الهيل، أحسن منطقة لها يعني ارتفاع. الكروم بالعكس، كل ما ازداد الارتفاع عن الهيل تكون الامتصاصية تقل، فأحسن شيء هو في القريبة كلش على الشق أو السلوت. فيعني هذا الشكل يعطيك انطباع أنه كل عنصر إلى منطقة يكون به أفضل حسب يعني الارتفاع، هاي الهايت بالسنتيمتر.
عن الاسطوانات او الشعر.